ثم أما بعد، فها نحن هؤلاء إخوة الإسلام ننتصف مع نصف رمضان، مضى نصفه الأول، وكما مضى الأول لا شك قطعا يتبعه الآخر. أيام قلائل بعد، وتصبح لحظات الخير هذه التي نعيشها الآن من خبر الماضي ومما فات، وما كان لما فات أن يولي أبدا إلى مستقبل، إلا أن تعود أيام أخرى بابتلاء جديد. ومعنى ذلك أن لحظات الخير ونفحات الرحمة في عمر الإنسان محدودة، فما يمضي منها ويصبح من الماضي لا يمكنك أن تستدركه بعد أبدا. لحظات الخير إذا مضت من عمر الإنسان مستحيل، أقول مستحيل أن يستدركها مرة أخرى. صحيح ستقول غادي يجي رمضان المقبل، بغض النظر عن ضمان العمر إلى رمضان المقبل، بغض النظر عن هذا رمضان المقبل كيجي لوظيفة أخرى، لأنه بينك وبينه الآن ابتلاء آخر مقبل، بينك وبين رمضان المقبل ابتلاء، ابتلاء من الحياة المثقلة بالجراح والذنوب والخطايا والفتن. ولذلك رمضانك هذا هو لما مضى لا لما يأتي، ورمضان المقبل لما يأتي لا لما مضى. فلكل نعمة من نعم الله جعل الله لها قدرا في الزمان والمكان والحوادث والخطايا، ما بقي منه إذن إلا قليل. والمؤمن بما مضى من هذه الأيام الخمسة عشر، بهذه الأيام المنتصفة أو الناصفة للشهر، كافية كافية لأن يعرف كل إنسان منا أكان لهذا الشهر آثار على قلبه أم لا. يعني هاد 15 يوم اللي دازت كافية باش تكون امتحان للإنسان، وكافية لتكون مقياسا لما أنجزت من صيام وقيام وإقبال على الله جل وعلا. أكان على الصدق فعلا أم لا؟ هل دخلت في قوله عليه الصلاة والسلام الذي كررناه مرارا وتكرارا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، باش تعرف هل فعلا صمت إيمانا واحتسابا أم لا؟ الدليل على ذلك قلبك الذي بين جنبيك وهو يحدثك. أثر الروح والريحان على القلب، ووجدت فعلا أنك لا تزداد إلا شوقا إلى الله جل وعلا وإلى عبادته، وشوقا الترقي بمنازل الإيمان ومدارج القرآن، ووجدت القلب تنفتح آذانه وبصائره أكثر وأكثر لما يتنزل عليه من القرآن الكريم تنزلا، إذ تتنزل الآيات في التلاوة وفي القيام والتراويح وما شابه ذلك على القلب بالرحمة والسكينة. إن وجدت هذا فمعنى ذلك أنك على الطريق، وأنك قد استفدت ذوقا من معنى الإيمان والاحتساب في الصيام والقيام. وإن وجدت أن الجناح مثقل وأنك تخطو إلى هذا الأمر خطوة الكسول المثقل، تجد رغبة عنه لا فيه، يعني ما كتوجدش اللذة ديالك في العبادة، وإذا فاتك منها شيء شعرت بنوع من الأسى والأسف، بل تشعر بنوع من الفرح ونوع من الاستغناء عن الله جل وعلا. فمعنى ذلك أن الصيام والقيام لم يقع من قلبك ذلك الموقع الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث المذكور. المراجعة إذن تقتضي من العبد أن يراجع قلبه، ما باله؟ لأن المشكلة ها هنالك، القلب هو الأرض،
الأرض التي تحرث يحرثها القرآن وتسقى بماء الإيمان والوحي. فربما هذه الأرض ما عندهاش قابلية للحرث، صلبة، حجر، خبيثة خبيثة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ونروي ها هنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري ومسلم كلاهما. قال سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يشبه الوحي والقرآن الذي يتنزل على القلوب، يشبهه بالغيث الكثير، حال مطر الرحمة الكثير، الغيث الكثير، يصيب الله به الأرض والأراضي المختلفة، وذلك كناية عن قلوب العباد وأنواعها. فهذه الأرض منها طائفة، واحد النوع ديال القلوب، قبلت الماء، يعني النقطة ديال الماء والقطرة ديال الغيث التي تسقط تتشربها التربة، التربة عندها قابلية لامتصاص الماء. ثم فيها خصوبة، قال طائفة طيبة عندها خصوبة أي قابلية للخير، هذه قلوب لم يختم عليها، لم تثقل بالذنوب، ساق لها أصحابها بالعبادات حتى أشرقت مراياها فعكست نور القرآن كما تكون الكواكب الدرية في السماء. منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، ومنها أجادب، أجادب يعني أرض ليست خصبة، ما عندهاش خصوبة، ومنها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. أراضي أخرى هي لا تنبت، أجادب يعني التربة ديالها ما كتنبتش، ليست خصبة، لكن الماء إذا تساقط عليها تجمع كيدير بحيرة أو بركة ديال الماء. ذلك الماء حينما يتجمع في تلك القلوب ينفع الله به أناسا آخرين، فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا، سقوا أراضيهم ومواشيهم وأنعامهم وزرعوا فلحوا. وذلك مثل الإنسان الذي يسمع الحق ويسمع الخير فيستوعبه كيحفظه ويردده ويكرره فينفع به غيره، لكنه لا ينفع نفسه مع الأسف. وهذه طائفة أخرى من الناس، كثير من الناس مع الأسف يحدثك في الدين وبالعلم ما يعجزك، يوحلك بالمعلومات وبالأحكام الفقهية وبالآيات والأحاديث، لكن إذا نظرت إلى قلبه ومعاملته فهو خشن كالجماد، قلب قسي قاس. وأصاب طائفة أخرى منها، هذا النوع الثالث من الأرض أو من قلوب العباد، وأصاب طائفة منها أخرى: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وهذا أسوأ أصناف القلوب وأبلدها وأخشنها. طائفة أخرى من الناس قلوبها كالأراضي القيعان، يعني أراضي وطية قيل ملساء ومنحدرة، القطرة اللي تحت كتمشي لا تمسك الماء،
لا هي خصبة تنبت، ما عندهاش قابلية باش تحرط وتنبت، ما كتنبتش، ولكن أيضا لا تمسك الماء، كل قطرة تقطر عليها وتسيل عليها تضيع هباء منصورا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا هذا المثال النبوي الحكيم من هذا الحديث الجامع: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. مثل الأول ديال الأرض الطيبة هو مثل من فقه في دين الله، والمقصود بالفقه في هذا السياق ليس فقه الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وحسب، ولكنه فقه النفس، يعني أن النفس تفقه عن الله خطابه جل وعلا. لما توقع الآية من قلبك يحصل لك فقه بمقاصدها وبالمطلوب منك، فإن كان أمرا علمت أنك مطلوب إلى العمل، هذا الفقه، وإن كان نهيا علمت أنك مطلوب للأدب والاجتناب والابتعاد عما يبغض الله جل وعلا. القلب الذي عنده قابلية تنفيذية لأمر الله، أمر سلطان السماوات والأرض الحي القيوم جل وعلا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم، علم عن الله مراده، وعلم، علم أهله، أسرته، أبناءه، محيطه الذي يعيش به. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، يعني تساقط عليه من الغيث والخير الشيء الكثير الكثير، لكن لم يشعر بشيء ولا استجاب قلبه لشيء، فهذا لم يقبل كما في تتمة الحديث: ولم يقبل ما بعثني الله به، ولم يقبل ما أرسلت به. ما قبل ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ذكرت متفق عليه. كيف السبيل إلى هذا القلب؟ الأول قلب المؤمن الذي إذا تنزل عليه من روح الله القرآن الكريم شرب منه وارتوى، ثم أنبت وأزهر وأثمر، وثمار القلوب الأعمال الصالحة، هذه الثمار السبيل إليه بمجاهدة هذه النفس الخبيثة. بحال الإنسان اللي كيعمل ما يسمى اليوم باستصلاح الأراضي، كاين أراضي خشنة فيها أحجار فيها نباتات شائكة تمنع الزرع أن ينبت فيها، تحتاج إلى استصلاح بتنقيتها من الأحجار والأشواك وسائر النباتات التي تمنع من أن تستجيب الأرض للمطر فتنبت خيرا أو ثمرا. القلوب أيضا على وزان هذا المثال النبوي البليغ تحتاج إلى استصلاح، ونحن في المنتصف من رمضان ينبغي أن نستصلح قلوبنا لما بقي مما نعيشه من روح وروحان الله، وأن نزيد هذا القلب توقدا وصفاء واشتعالا حتى لا يمل ولا يكل. كيف يكون استصلاحه؟ بربطه برباط العبادة، رباط العبادة، كما تربط الإبل والغنم كذلك النفس وجب ربطها. قيد النفس ديالك، قيدها مع حدود الله، مع حقوق الله، قيدها إلى حقوق الله جل وعلا حتى لا تدور إلا حول حق الله، كما تدور الأقمار بأفلاكها ولله المثل الأعلى. إذا قيدت هذه الأنفس
كانت في الرباط، رباط الله جل وعلا كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره، كلما انتقب وضوءك أو ثقل عليك، ثقل عليك بادرت إلى تجديده مهما كانت الظروف. المكاره شرحها الأقدمون بأحوال البرد والصقيع، اليوم لها صور أخرى، الوظائف، الألبسة المعاصرة، يكون الإنسان في وظيفة دياله في العمل دياله يصعب عليه أن يتوضأ، لا، هذه مكراهة من المكاره، يجب أن تسبغ الوضوء على المكاره، ولهذا الزمان مكاره أخرى. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متمما: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والحديث عند مسلم وفي موطأ الإمام مالك وعند غيرهما كثير. ربط النفس إلى أوتاد الله، وإن أبت وخاء يعني كتشوف بأن هذه الأمور ثقيلة عليك فاربطها إليها، فإنك بعد أيام تجد لذتك فيها، حينما تتريض النفس وتروض على طاعة الله تستجيب طائعة كما قالت السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. حينما تجد هذا من نفسك اعلم أن القرآن آنئذ إذا نزل بقلبك أنبت وأيناع وأثمر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من أعمال البر في رمضان كما كان أصحابه في عهده وبعد عهده، وكذلك العلماء والصالحون عبر التاريخ إلى يوم الناس هذا. الشيء الذي تجد شحا لنفسك فيه عاندها جاهدها وابذل لله ما تشح به نفسك. كل واحد راه عنده شح في واحد الجانب معين، إما أن يشح بالمال، كيكون بنادم بخيل بالمال يقتر يقتر على نفسه وعلى أهله والآخرين، لكن كيكون عنده إقبال في القيام والتلاوة والأذكار، وقد يكون شخص العكس له قدرة على الإنفاق في الخير وفي وجوه البر، لكنه كسول في عبادته، بعيد عن كتاب ربه، لا يقبل على القرآن إلا قليلا قليلا. وهلما جرى في كل أعمال البر لا بد وأن تجد لك شحا في جهة ما، ذلك الشح الذي تجده في قلبك هو الذي ينبغي أن تبادر إلى علاجه وإلى معاكسة النفس فيه. هذاك الشيء اللي ما بغاتوش النفس لزموا عليها، إن لم تكن من المنفقين فرغم وأرغم نفسك وقلبك على الإنفاق ولو درهم لتدريب النفس وتذليل النفس حتى يحيى القلب، لأنما الذكرى من كتاب الله تقع على القلب الحي لا القلب الميت، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إحياء الموات من القلوب يكون بتطهيرها مما عالق بها من حب الدنيا، بتطهيرها مما عالق بها من الميل للآثام والشهوات المحرمة، تهذيبا وتشذيبا. هل الشكل ديال البستاني الجردني، الشكل ديال البستاني حينما يدخل الحديقة فيهذب ويشذب، كيشوف واحد الغصن ولا واحد الفرع ديال شجرة أو نبات خرج من المسار دياله وعلى الانتظام دياله، فمنع المارة أو منع تناسق الحديقة وجمالها فيقطعه بالمقراض. القلوب تحتاج إلى مقاريض لقطع ما شذ من شهواتها ومن
نزغاتها حتى تستجيب لله، يكون ذلك بمعاكستها إلى أعمال الخير والبر التي تكره. والنفس لها حيل، حيل كيمكن أنت عندك واحد القابلية واحد العمل ديال الخير، مثلا نفرض أنه قيام الليل، فتجذبك نفسك إليه جذبا شيء حسن، ولكن قد يكون ضربا من الاستدراج، يعني حيلة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ضربا من الاستدراج حتى لا تلتفت إلى عمل أهم. وقد يرضى إبليس من الإنسان الصالح بالعمل الحسن بدل الأحسن، يرضى منه بالعمل الحسن بدل الأحسن. فوجب على الإنسان إذن أن يقوم بفحص وبافتحاص واختبار للنفس أمام مرآة مطالب الله وحقوقه، وحقوقه مسطرة في كتابه، وحقوقه جل وعلا مسطرة في كتابه مبينة في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. البدار البدار إلى أعمال الخير من الصدقات والصلوات والتلاوات وسائر ما أمر الله به إلى صلة الأرحام، إلى الكلمة الطيبة، إلى العزم على الاستمرار على عهد الله بعيد رمضان بل بعد رمضان، إلى أن يرث الله، إلى حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين. والاستمرار على الانقطاع عن كل ما يغضب الله عز وجل، والاستمرار على عهد الصلح مع رب الكون سبحانه وتعالى. نذكر اليوم أن إحياء النفوس من الأمور التي أجزل الله عليها العطاء بغير حساب، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نذكر إشارة إلى أن هاهنالك عمل خير يبتدئ من هذه الليلة للتبرع بالدم لفائدة مستشفيات المدينة، وفي ذلك ما فيه من الخير ما الله به عليم، لأنك تتصدق بشيء لا ثمن له إطلاقا، من المهجة، من الحياة، على شخص في حاجة إليه أشد ما تكون الحاجة. يبتدئ ذلك بمعرض المدينة ابتداء من 8:15 مساء بهذه الليلة على مدة 10 أيام، فمن بادر إلى مثل هذا الخير فله الخير إن شاء الله، ونرجو أن يدخل ذلك في مجال تطهير النفس، عسى أن تجد لقلبك قابلية جديدة للإقبال على الله جل وعلا. وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة وبالتجربة والمشاهدة أن الصدقة تفتح القلب ليقبل على الله جل وعلا، وقد ثبت أن الصدقة في الصحيح من الحديث تطفئ غضب الرب، فكيف بصدقة بشيء هو منك، جزء من كيانك. وفقني الله وإياكم إلى الخيرات والصلوات والصلاح والفلاح، وجعلنا من الشاكرين، من التوابين، من المتطهرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وحصن فروجنا وأعنا برحمتك على غض أبصارنا. اللهم أعطنا الخيرات والبركات من لدنك، فلا خيرات ولا بركات إلا ما أنزلت وإلا ما باركت وإلا ما أعطيت، سبحانك سبحانك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين ولآلائك ونعمائك من الذاكرين الحامدين. اللهم ثبت قلوبنا وأبداننا ونفوسنا على الأعمال الصالحات من البر والخيرات. اللهم وأجزل لنا الحسنات، تقبل اللهم صيامنا وقيامنا، وثبتنا على طريقه حتى نلقاك وأنت عنا راض، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا الغمة، وفرج عنا الكربة، واقضي عنا الديون، اشفي اللهم الأبدان من الأسقام والأنفس من الأورام،
يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما لكل مريض أو عليل في بدنه أو نفسه أو أهله منا ومن المسلمين أجمعين. اللهم اقض الحاجات يا قاضي الحاجات، اللهم اقض الحاجات يا قاضي الحاجات. أغث اللهم عبادك المستضعفين، أغث اللهم عبادك المساكين المفتقرين، أغث اللهم الملتجئين إليك، الطارقين باب رحمتك، التوابين إليك، الذاكرين لك، الشاكرين لك، الحامدين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اسلك بنا نهج الإسلام القويم على أثر رسولك الكريم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لا تخالف بنا عن نهج رسول الله وأصحابه الميامين، لا تبدل بنا طريقا ولا تغير بنا سبيلا عما يوصل إليك وإلى رضاك وإلى جنانك. اللهم اجعلنا من الثابتين لا من المبدلين ولا من المغيرين. ثبتنا اللهم بقولك الثابت، ثبتنا اللهم بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك بفقرنا وبضعفنا وبذلنا، أنت الغني الحميد ونحن الفقراء إليك، أغثنا برحمتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فك اللهم ضوائقنا وفرج كروبنا، اكشف عنا الظلمات برحمتك، أخرجنا منها إلى نورك يا ذا النور، يا من هو النور، يا نور السماوات والأرض. اجعل اللهم بهذا القرآن لنا في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا وبصائرنا نورا، واجعل اللهم من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا وشمائلنا نورا، وأعطنا نورا واجعل لنا نورا. سبحانك سبحانك، نعوذ بك من الضلالة، نعوذ بك من المتاهة، نعوذ بك من الفتن، فتن هذا الزمان وكل الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أوصلنا إليك سالمين غانمين معافين من كل بلايا، من كل البلايا ومن كل الخطايا. طهرنا بالرحمة ونجنا من البلاء، العفو العفو يا عفو، المغفرة المغفرة يا غفور، التوبة التوبة يا تواب. طهرنا برحمتك، نعوذ بك من البلاء، نعوذ بك من الشقاء، نعوذ بك من الضراء، نسألك الخيرات والبركات والحسنات. يسر اللهم سيرنا إليك، يسر اللهم عبادتنا لك، وفقنا ثبتنا طهرنا أنرنا ونورنا يا أكرم مسؤول ويا خير مامول. نسألك بأنوارك أنوار الأسماء الحسنى كلها، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، علمته أحدا من خلقك وأنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك الحمى ونسألك الجوار، نعوذ بك أن تكلنا إلى أنفسنا طرف عين أو أقل من ذلك. احمنا بحماك وأجرنا بجوارك، يا من لا يضام جاره ولا يظلم من أعزه، أعزنا بدينك القويم، أعزنا بعبادتك، اجعلنا لك عبيدا عبادا مخلصين، اجعلنا لك عبادا مخلصين، أخلصنا إليك وفقنا إلى الإخلاص، واجعلنا لك عبادا مخلصين مخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصائمين، اللهم اجعلنا من الصائمين حق الصائمين، اللهم اجعلنا من الصائمين حق الصائمين. نسألك أن تجعلنا من الذين سلكوا سبيل الخيرات، ونعوذ بك أن نكون من أهل الشر والضلالات. اللهم وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، انصره اللهم نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين، وتمكن به لهذا الدين القويم، وبارك اللهم له في ولي عهده مولاي الحسن، وتب علينا إنك أنت التواب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.